مرحبا برج الميزان. أول شيء يا برج الميزان، شريكك يرى أنه يريد معك فرصة جديدة، أو ممكن أيضا العكس، أنت تريد فرصة جديدة. كأنما هني أشوفك أنت أكثر استعدادا من شريكك للرجوع، تنتظر فرصة الرجوع بفارغ الصبر. ولكن شريكك أشوفه هني كأنما هو اللي حاط حاجز بينك وبينك، كأنما يقول لك أنا لحد الآن في أمور ما انتهيت منها، ما أنجزتها وما حققتها لحد الآن. فلحد الآن أشوفه كأنما ما يسمح لك أن ترجع الأمور أو ترجعون إلى حياة بعضكم البعض. احتمال أيضا أنه هو لديه خيارات أخرى، فيراك كأنما أنت. لما احنا نطالع الاستقرار اللي عندنا مع شخص، أو كأنما هني نتذكر الذكريات الجميلة اللي كنا نعيشها مع الشريك، ولكن ننسى الجزء اللي كنا فيه، اللي كان فيه زعل، اللي كان فيه مشاكل، اللي كان فيه أيضا اكتئاب بسبب الخيانة، بسبب الخيارات الأخرى والأشخاص الثانيين. هو يراك كأنما أنت قاعد تتذكر فقط الذكريات أيضا الجميلة اللي كانت في العلاقة، ولكن نسيت الأمور السيئة اللي مريتوا فيها، نسيت أنت شنو سويت وأخوة أيضا شنو سوى، السلبيات اللي تراكمت على العلاقة. كأنما هني أشوفك تركز على فقط الأساس، أن أنتوا كنتوا موجودين مع بعض. خلينا نشوف ما هي خطوتها القادمة تجاهك. 3 3 الخماسيات، 10 الأغصان، 8 3 الخماسيات، 8 الخماسيات عندنا هنا، وكرت الشراكة الغصنين. أشوف أن في الفترة القادمة هذا الشريك كأنما راح يأخذ وقت يفكر فيه شلون ممكن أنت ترجعون لبعض، ولكن نأخذ بعين الاعتبار أنه مثل ما قلت لك عنده خيارات أخرى. فاحتمال أنه نعم يكون في رجوع، عرض جديد، أو أنت حتى تحاول أن تتواصل معه تقول ليش ما نرجع مع بعض، بغض النظر من اللي يحاول أن يرجع الأمور إلى مجاريها. لكن هني كأنما قاعد أشوف أن العلاقة ستكون بينكم في الفترة القادمة ثلاثية إذا صار في رجوع، لأن شريكك أشوفه متمسك بالشخص الآخر، لا يستطيع. احتمال أن الشخص الآخر هو من الماضي، هو اللي أقدم منك في حياته، ممكن تكون الزوجة الأولى، الحبيبة السابقة، أو حتى الشخص اللي قبلك بشكل عام. فكأنما راح يقول لك، أو الوضع بينكم راح يكون دائما علاقة ثلاثية، دائما الطرف الثالث موجود. كأنما هني هو غير قادر على التخلص من ارتباطاته وتعلقه بهذا الشخص، مهما كان الوضع مؤلم ترى بالنسبة لك وبالنسبة له، هو ما عنده القدرة والاستطاعة أن يرى أبعد من الحاضر، ما يقدر يشوف واقع أو مستقبل بينك وبينه، ولكن أنتوا فقط الأثنين مع بعض. عندنا هني كرت العلاقة الثلاثية. إنزين، هني يقول لك أيضا أن الموضوع رح يأخذ الكثير من الوقت والجهد والتركيز والتدقيق، يعني من طرف شريكك عشان يختار. فكأنما هني يقول لك إذا تريد الرجوع في وقت قريب سيكون في رجوع، ولكن ما راح يكون في تخلص من الطرف الثالث، راح يكون أيضا في شراكة. احتمال أن هذين، هذا الشخص الطرف الثالث هو من محيط عمله، بينهم اشتروا شيء، استثمروا شيء من الأموال مع بعض، بينهم نوع من الشراكة. احتمال أيضا عندهم ابن مع بعض، طفل، عشان كذي الأمور كأنما هني معقدة، ما يقدر فقط أنه يتخلص منه بأسرع وقت، أو يتخلص منه حسب طلبك أنت. عرفت؟ يعني راح يكون في بعض التعقيدات من أجل الرجوع، هو يرغب بالرجوع أيضا. إنزين، اللي بعده، ما الذي يخفيه الشريك عنك؟ سبع الأغصان، إنه هو تمسك فيك في أصعب الظروف، وإن كان صدك، وإن كان صدك أو أبعدك عنه، أو حتى هو اللي مثلا سبب الانفصال نفسه، ولكن في ابتعاده عنك هو لم يتخلى عنك.
ظل يدافع عنك أمام الناس، ظل متمسك فيك كما هو متمسك أيضا بالطرف الثالث. عند التمسك عنده عزيمة أن الموضوع، عنده شوية عناد أن الموضوع يريد أن يمشي، ولكن فيه اجتماع بينكم أنتو الثلاثة، احتمال أنه يريد أن يجمع بين زوجتين، بين شريكتين، أو حتى ممكن يكون إذا هو إذا هي امرأة تريد أن يكون في شخصين في حياتها. ثمان الأغصان، لأن في أخبار أو كلام وصله، في أشخاص حاولوا يوصلون لك كلام سيء عنك أنت، ولكن هو كان في طاقة الهجوم أو المدافعة، ما سمح لهاي الكلام أن يدخل إلى قلبه وعقله، ولكن في نفس الوقت هو لا يسمح لك أن فقط ترجع في حياته بسهولة، لأن كأنما هني هو متمسك بخياراته، يريد الرجوع معك ولكن متمسك بخياراته. عندنا كرت المشاغب، كرت العالم، راح يكون في سفر مع هذا الشريك الطرف الثالث أو سفر يتعلق فيه، وأيضا ثلاثة الأغصان. برج الميزان، ما أدري شنو أقول لك، ولكن أفضل طريقة أن نساعد الناس أن يتشافون هي بأخبارهم الحقيقة، ولكن خذ الجانب من القراءة فقط اللي تحسه ينطبق عليك وعلى شريكك. قلت لك هذا الطرف الثالث هو طرف إما يعمل معاه، إما بينه وبينه مشروع بزنس، هاي نوع من العلاقة. ففي الفترة القادمة راح يكون بينهم سفر، إما شريكك سيسافر من أجل أن يراه، أو يسافرون مع بعض من أجل العمل، ولكن ما راح يكون فقط عمل، راح يكون مثل ما نقول عمل وأيضا سياحة، عمل ومتعة، عمل وأيضا قضاء بعض الوقت. إنزين، في الفترة القادمة كأنما هو سافر أو سيسافر مع هذا الشخص، ولكن عندما يرجع سيحاول أن ينصفك أنت كمان. ما أدري ليش قاعدة أحس أني أتكلم مع منفصلين، وزوجهم أو شريكهم لديه زوجة أولى أو زوجة ثانية. عندما يرجع من السفر راح يحاول أن ينصفك أنت بعد، ولكن ما أشوفك أنت متشجع أن تسافر معه، لأن أنت عينك على أن تنهي الطرف الثالث في حياته، هو عينه أن يمضي قدما، أو في باله يمضي قدما مع وجود الطرف الثالث. عندنا كثير من الكارتات اللي تعني لي علاقة ثلاثية. إنزين، هذا شخص جدا يعرف ومتمسك بكل الشركاء اللي موجودين في حياته، ولكن عنده خطة، بما أن هني قلت لك أن بينهم شراكة، بينهم ارتباط، عنده خطة أن يتحرر من القيود، من العقد، من عقد الشراكة نفسه، من المسؤوليات المالية اللي حاليا تربطها بالطرف الثالث، ولكن خطة جدا مخبأة ومخبأة بشكل جيد، لأن عندنا هني 10 الأغصان، تحتها المخاطر اللي مستعد يقفز من أعلى التلة. دائما أيضا المخاطر أو المشاغب، كرت الصفر البداية الجديدة، هي أيضا ممكن تكون طاقة إلهاء، ما كأنما هني يقول ما في شيء، ما عندي شيء، أنا مو مخبي شيء، أنا ما عندي شيء، طاقة إلهاء يلهي هذا الطرف الثالث أو الزوجة الثانية عن حقيقة أن لديه خطة من أجل كسر الشراكة، فض الشراكة، من أجل التخلص من الديون اللي تجمعه، اللي احتمال أن أيضا هني في طاقة الطرف الثالث موقعنا على شيكات، نوع من الشيكات، الالتزامات المالية، ولكن لازم يكون جدا حذر في التعامل مع هذا الشخص. هذا الشخص يملك الكثير من القوة عليه، القوة المادية، القوة القانونية، هذا اللي قاعد أشوفه. فكأنما هني أنت أيضا يجب أن تجاري شريكك، لا تخسره، يعني قاعد اللي أشوفه هني إذا أنت متمسك فيه اقبل الوضع الحالي المؤقت لحد ما الله يفرجها. أوكي عزيزي، برج الميزان، هذه قراءة المنفصلين. اللي بعدها قراءة العزاب، ومن القادم في طريقك. أوكي، من القادم في طريقك، ملك الأرض، 4 الأكواب، العالم، شخص كأنما قاعد أشوفه شخص أكبر منك سنا، الأميرة العزباء،
نعم، شخص أكبر منك سنا، حتى أكثر منك مالا، عنده شخص يعني تاجر، عنده أموال، عنده الكثير من الأملاك، العقارات، إنسان جدا متمكن، وعنده الكثير يعني ثروة، ثري، مرتاح ماديا، ولكنه شخص مزواج. حتى ممكن مرأة تكون، المرأة أيضا ممكن تكون مزواجة، عندما تحب أن تتزوج أكثر من مرة، ما تقدر تتعدد ولكن تتزوج أكثر من مرة، فأعكسها بما يناسبك. أشوف هني على الأغلب أنه هو شخص جدا مزواج. أنت في حياته راح تكون رقم أربعة، رقم أربعة يعني بزواجه أو بارتباطه معك راح يختم العدد الأقصى المسموح له للزواج. قلت لك شخص مزواج ثري، ولكن إنسان جدا جيد. يعني لأن هني عندما نسأل ما هي المعايير لشريك أحلامنا، إحنا في الكثير من المعايير نضعها لا تخدمنا، لأن هني كأنما يقول لك التارو انظر إلى المعدن، المعدن هذا شخص جيد، يستطيع أن يعتني فيك، يستطيع أن يخليك مرتاح داخل المنزل، أوكي، يعني هذا شخص مو لعاب، هذا شخص يحب التعدد في الزوجات، أفضل من إن شخص مثلا يرتبط فيك فقط أنت وظل يخون، هذا ما يخون، إنزين، ولكن يريد حتى لو كنت أنت مثلا الزوجة الثانية أو الزوج الثاني، لازم تدرك أن هذا الشخص ما راح يتوقف عن الزواج، يحب الارتباط جدا جدا، يعشق الارتباط، ويعشق الارتباط بشخص أعزب، عنده نمط. دائما يختار، يعني في ناس يختارون أن يرتبطون بالمطلقات، الأرامل، هذا شخص يحب أن يرتبط بشخص أعزب، لم يسبق لديه الزواج وما عنده أبناء، من شروطه، وأيضا يشترط الجمال والدلع والغنج، إنزين، عنده اشتراطات شكلية، ولكن جدا كريم، جدا معطاء داخل المنزل، يحب أن يهتم بأسرته، بأهله، بالشريك. عند هاي النوع من الطاقة، ما الذي ستحصل عليه؟ راح تحصل هني كأنما على احتفال كبير، يعني راح يكون لك أنت صيت أكبر، يرتفع صيتك أو يعلى شأنك حتى بين الناس، بسبب أن فلان من الناس التجار الكبار، من وجهاء المجتمع، راح يتقدم لك. ولكن في النهاية الرفض أو القبول هو خيارك الخاص. إنزين، هذا شخص وسط شكليا، وسط جسديا، يحب القهوة كثيرا، القهوة السادة، أوكي، يحب أن شريكه دائما يطبخ له، يحب أيضا ويستمتع بالتجديد داخل المنزل، يعني عندما تلبس له ملابس جديدة، تغير من طريقة شعرك، من طريقة لبسك، جدا يلاحظ، يدقق على أدق تفاصيلك، ودائما يمدح الناس، إيجابي ويمدح الناس. احتمال أشوفه بما أنه هو أكبر منك سنا، ملك الأرض، نشوف على طرفين الوجه يوجد لديه شعر، ولكن أتوقع أن عندما يرفع هاي القبعة راح تجد أنه شوية أصلع، شيء طبيعي أنه يكون أصلع، أو يحاول أنه دائما يخبي صلعته، هاي اللي قاعد يجذبني، يحاول يخبي تساقط شعره في المنتصف بسبب كبر السن، وعنده أيضا خطة أن يزرع الشعر في المستقبل بسبب ارتباطه فيك. أشوفك أنت يا برج الميزان، السيوف، كيف تتعامل معه؟ تتعامل مع هذا الشخص بأنك تبتدي، شوف هذا الشريك دائما لازم تأخذ معه طاقة المراهق، طاقة الدلع، طاقة الرومانسية، طاقة الهدوء، وفي نفس الوقت طاقة الفضول. هذا ينجذب للأشخاص اللي أصغر منه سنا، واللي يكون عندهم نوع، يمثلون بالنسبة له نوع من التحدي، ولكن مو التحدي الكبير، التحدي الصغير، تحدي بسيط، نوع من المشاغبة، نوع من الفضول، يسألونه كثيرا، أحب جدا، هاي اللي قاعدة أسمع لك، يحب أن أنت تجلس معه ودائما تسأله عن إنجازاته، شلون؟ لأن أشوفه هاي إنسان عصامي، فتسأله شلون أنت مثلا قدرت تحقق هاي الثروة، شلون قدرت تشتري هاي الأملاك، شلون قدرت تحقق المستحيل. يحب أن يجلس
ويتكلم عن إنجازاته. لازم تأخذ معه هاي الطاقة، طاقة التلميذ أيضا، تحاول أن تتعلم منه، تتعلم منه الطموح، الإنجاز. أوكي، وأيضا كأنما هني عزيزي برج الميزان، حصن عينك من سوري حصن نفسك من العين والحسد. حصن نفسك، محتاج ان تكون جدا قريب من الله سبحانه وتعالى اذا شئت لهاي الارتباط ان يتم، لان في الكثير من الامور لما عندنا الكوب الاول، الكوب هو العرض، الكوب يفوض، وهني عندنا ست الاغصان، معناته ان خبر ارتباطك في الثراء، العرض الجميل اللي راح ياتي من هاي الشخص راح يكون جدا واضح للعلن، يثير اهتمام الكل، يحبون ان يتكلمون فيه الناس، يحبون ان يسمعون عنه، ياخذون اخبارك، كانما هني الاعين راح تكون عليك يا برج الميزان اثناء بداية هاي الارتباط والشراكة. فحصن نفسك جيدا جيدا عن العين، عن الحسد، عن كل هاي الأمور. أوكي، عندنا هنا 4 الأغصان و8 الخماسيات. أنت محتاج أن ما تدقق على تفاصيل هاي الشخص، يعني شوف هذا الشخص مثل ما قلت لك يحب يكون هو المرشد، المعلم، القيادي داخل المنزل، فلا تدقق عليه بخصوص الوقت. مثلا انت امضيت هكذا وقت مع هذاك الشريك، انت اعطيت كذا وكذا لشريكك السابق او لشريكك الاول، للزوجة الاولى، انت تمضي وقت اكثر هناك، ابدا لا تركز معاه على هاي التفاصيل، لان 8 الخماسيات هي كرت ان احنا قاعدين نعمل على تفاصيل. انزين، وركز على الاستقرار، وان كان وقت بسيط إنزين، ولكن أنت تستطيع تصنع منه واحة أو جنة صغيرة، جنة مصغرة لحياتك الزوجية، ممكن تخلقها بشيء بسيط، من أفضل من أن أنت تركز على التفاصيل السلبية. أوكي، هذه أفضل طريقة للتعامل مع الشخص القادم في طريقك إذا رغبت أن يتم الارتباط بينكم. آخر شيء قراءة المرتبطين. بما أنك حيت كثيرا خلال قراءة العزاب، احتمال أن الشريك أو الشخص القادم في طريقك يكون أيضا مدخن أو عنده مشاكل في التنفس، الرئة، ممكن. هلا نشوف قراءة المرتبطين كيف يراك الشريك. ملك السيوف، 9 السيوف. الشريك يراك ان انت تنهض وتمسك بزمام الامور والمسؤولية، rise to the occasion، يعني عندما يخذله الكثيرون او عندما هو نفسه يشعر بالقلق، يشعر بالسلبية، يشعر ب قلة الحيلة، عندما يكون هو قليل الحيلة أنت اللي تكون كأنما مصدر القوة له، ومصدر القوة في العلاقة والشراكة. عجلة الحظ، عجلة الحظ هي أن أنت ما عندك أي مشكلة أن تنتظر الوقت المناسب عشان تعطيه دفة القيادة مرة أخرى، كأنما شريكك يمر بفترة يكون فيها أوقات جدا متعب، أوقات غير قادر على القيام بمسؤولياته. 5 السيوف، طاقة المحاربة أو التنافس، المعركة، و4 الخماسيات. شريكك يراك أن أنت جدا حذر وعندك حسن تصرف في الأموال، أوكي، ولكن تميل شوية إلى البخل أو الحرص، ما بقول لك البخل، الحرص، عندك حرص في طريقة صرف الأموال أو في طريقة تدبير
المنزل أو الشراكة اللي بينكم، ممكن تكونوا قلت لك مخطوبين متزوجين أو حتى مرتبطين في علاقة. خذ الجانب أو طبق الطاقة بما يناسب وضعك مع الشريك. ولكن هو هنا يحس أن الأموال، أنت شوف برج الميزان، هو يحس أن أنت حريص في الأموال، أوكي حريص في الأموال، عندك تدبير في الأموال، ما تصرف الكثير، ولكن في نفس الوقت تصرف طاقتك على أمور ما لها داعي. احتمال أنك كثير إذا كان خصوصا بينكم أبناء أو أنت ساكن مع بيت عيلة، أنت تدقق كثيرا أو تدخل في مشاحنات معهم كثير، الهواش أو الزعل والصراخ على الأبناء، على الأهل، على يعني في شوية مشاكل أو في شوية مشاحنات في جو الأسرة. أنت نعم تمسك بزمام الأمور في الأشياء العملية، في الأشياء اللي تحتاج تدبير، اللي تحتاج وقفتك معه، أنت تقف معه وهو يعرف هذا الشيء ويقدر لك، لأن أنت تساعده كأنما سنده عندما هو يكون ضعيف. ولكن في نفس الوقت أوقات تصير، لأن طاقتك هي طاقة السيوف، طاقة التركيز على أتفه الأمور أو ممكن أتفه الأمور، تخلينا نفقد تركيزنا. أوكي خلنا نشوف ما هي نقاط قوتك. النجمة، التشافي والتعافي. عشر الأغصان، أنت جدا شاطر يا برج الميزان أن أنت تخفف عنا الهموم، المسؤوليات والأعباء فقط بطاقتك الإيجابية في حياته. فقط عندك نوع من طاقة، هذه هي طاقة طبيعية للأبراج الهوائية، طاقة التشافي، التعافي، الهدوء، الخفة، لأنه هواء فهو خفيف، يستطيع أن يرتفع عن الأرض، يرتفع عن النار، وحتى يرتفع عن الماء. كأنما أنت تحسسه بخفة أو بسهولة حتى الأمور اللي هو شايل حملها أو شايل همها. أوكي كارت الحكم، نقاط قوتك، لديك حكم جيد وممتاز على الفرص، على الأشخاص، على المواقف. يثق بحكمك، أنت ملك وملك السيوف، ملك المنطق، ملك العقل، ملك التحليل، يثق بتحليلك ويثق بكلامك. تسع الأغصان، هذه مو من نقاط القوة، هاي بالنسبة لك من نقاط الضعف، في أمور تمنعها أو هذه كأنما نصيحة. مو قلت لك هني أنت تدخل في طاقة مشاحنات، أنت هني كأنما يجب شريكك يرى أن أنت يجب أن يكون عندك مثل جرع الحماية نفسيا موجود، عشان ما تخلي كلام الآخرين، أفعال الآخرين تستفزك، محتاج هاي النوع من الطاقة. وأخيرا Princess of Pentacles، الخماسي الصغير، لا تعطي ماديا، تعرف تقيم أو تثمن قيمة كل شيء وما تصرف أكثر من اللازم، تعطي كل موضوع حجمه، لا تبالغ في تقديره وحتى أنت ما تقلل من تقديره. تعرف شلون أيضا أن تأتي، هاي نوع من الطاقة المادية أو طاقة الأرض، تعرف شلون أن تأتي بنتائج كبيرة ولكن مبنية على جهود بسيطة، مثل النوع من الكلام البسيط، العرض البسيط، الطاقة الخفيفة اللي أنت تحملها هني تأتي لك بنتائج جدا ممتازة، للشراكة، للأموال، لحتى الأطفال بينكم. تعرف شلون تنمي، تخلق الكثير من القليل. هذه من نقاط قوتك. وأخيرا، ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو خلينا نقول تحافظ عليها؟ ست السيوف، ابتعد عن المشاحنات، مثل ما قلت لك ابتعد عن المشاحنات واعتبر نفسك ان انت في مكان مختلف وفي طاقة مختلفة عن الاشخاص اللي يحاولون يستفزونك.
فارس الأكواب. كنت دائما الشخص اللي يبادر عاطفيا مع الشريك. في فرق لما تبادر في الأمور العملية، وفي فرق لما تبادر في الحب، في الكلام المعسول، في طاقة مثلا اشتقت لك، طاقة خل نطلع، خل نسوي، خل نروح، طاقة اللي نسوي أمور بسيطة عشان نسعد الشريك. أنت محتاج طاقة مائية أكثر، لأن هني طاقتك كلها سيوف، طاقة العقل، ملكة السيوف. ملكة السيوف، خلنا نشوف خمس الأغصان، نفس الشيء، خمس السيوف تحتها خمس الأغصان، وكارت التعادل. وجودهم اثنينهم جنب بعض، ملكة السيوف وخمس الأغصان، طاقة تنافس وطاقة شك، طاقة أيضا هوائية، طاقة عقل. احتمال أن شريكك ممكن أيضا يكون دلو أو جوزاء أو أيضا ميزان مثلك. وأيضا عندنا هنا طاقة ترابية، ولكن بغض النظر عن الأبراج، كأنما هني يقول لك يجب أن تجد التوازن والذكاء. السيوف هو الذكاء، يجب أن تجد الذكاء متى تخرج الآخرين من حياتك ومن محيطك أنت والشريك، ومتى تواجههم، متى تقف صامدا أمامهم، ما تسمح لهم أن يدخلون حياتك ويكركبون. هني محتاج أن أنت تعرف التصرف المناسب في الوقت المناسب. هذا هو الشيء اللي أنت محتاج تطوره في نفسك. أعرف متى أسحب عليكم السيف، أعرف متى أخلي الأمور وما أتدخل، وأعرف متى أواجهكم. وهني كأنما دائما نصيحة، الطابع اللي يغلب عندك أن تجنب طاقة المواجهة، تجنب أن داخل أسرتك أو علاقتك مع الشريك يكون فيها الكثير من القيل والقال. أختك قالت، أمك سوت، الأبناء سووا، تجنب هاي الطاقة. كارت التعادل، كنت دائما الشخص اللي يأخذ أسوأ الأشياء. مثل ما قلت لك، ماديا أنت تقوم بالأمر على شكل جدا جيد عمليا، ولكن هني حتى بطاقة الأكواب، بطاقة المشاعر، ممكن أيضا أنك تتعامل مع برج القوس، بطاقة الماي، لازم تأخذ أسوأ الأشياء، الماء اللي جدا حار. الملاك هني عندها كوبين، كوب فيه نار وكوب فيه ماء، عندما تعادل الكوبين مع بعض تصير درجة الحرارة معتدلة، وبذلك يخرج عندنا كارت الاعتدال. أنت محتاج حتى في طاقة المشاعر تعرف شلون توازن نفسك، بأن هاي الأمور المشاحنات ما تخليها تؤثر على علاقتك مع الشريك. كأنما هني قاعدة أشوف أن المشاحنات اللي تصير مع محيطكم مع هذين الأشخاص، أنت تحمل الشريك الذنب، أو ممكن هو أيضا يحملك الذنب. أنت هني في طاقة التعادل محتاج أنك تكون مثل الإسفنجة اللي تمتص الغضب، تمتص الزعل، تمتص حتى المشاحنات، تمتص الطاقة، ولكن من دون أن تساهم أنت نفسك في المشاحنات.